حياكم الله مشاهدينا في مساء الامارات وحلقه جديده، نتمنى ان شاء الله تنول اعجابكم. وقلبنا اليوم مع الاخضر الجزائري الأخضر ان شاء الله. الاخضر اكيد عسبتي، بقول لكم مساء عربي اماراتي، واليوم فعلا قلوبنا مع الفريق العربي الوحيد في مونديال كاس عالم 2014 الفريق الجزائري. بس خلنا بدايه نستعرض عناوين هذه الامسيه الجميله نتابعها. قلب العرب على الأخضر اليوم في مونديال كأس العالم في السوشيال ميديا. الجائزة العربية للإعلام الاجتماعي مباراة حقيقية للإبداع المؤثر. وحملة صيف صحي وآمن تطلقها بلدية دبي للسنة السابعة على التوالي. مشاهدينا، مثل ما شفنا عناوين فقراتنا لهذه الأمسية، أنوه أنكم تقدرون تتواصلون معنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر إنستغرام، وتتابعونا على اليوتيوب طبعا. وبما يخص اليوم المنتخب الجزائري في فقرة السوشيال ميديا بيكون مخصص له، تقدرون أنكم تتواصلون معنا عبر الاتصال بأرقامنا التي ستبين كل شوي أسفل الشاشة. اللي عنده أي تهنئة أو أي أمنية تشجيعية طبعا تشجيعا للمنتخب الأخضر طبعاً، ما عليكم إلا التواصل. طبعا نحن نتمنى لك كل توفيق في مباراة اليوم إن شاء الله. أما الآن طبعا ننتقل معكم إلى فقرة الأخبار مع الزميل أيمن مصبح. مشاهدينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وحياكم الله في إطلالة متجددة دائما على شاشة قناة الظفرة، وتمنياتنا كالعادة للفريق الجزائري بما ذكر فيهم الزميل عبد الله والزميلة خديجة. كل تمنياتنا طبعا للفريق الجزائري اليوم في كأس العالم، الفريق العربي الوحيد المشارك في هذا الكأس، فتمنياتنا بالتوفيق للفريق الجزائري. نبدأ معكم نشرة الأخبار من حيث منح صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان 240 قطعة أرض سكنية للمواطنين المستفيدين من منح برنامج الشيخ زايد للإسكان، وذلك بمتابعة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، وفي إطار حرص سموهما على توفير أسباب الحياة الكريمة للمواطنين. وأمر صاحب السمو حاكم عجمان بتوزيع قطع الأراضي عليهم وتبسيط إجراءات الاستفادة من المنح المقدمة لهم بما يكفل لهم العيش الكريم ويسهم في تحقيق السعادة وتوفير الأمان والاستقرار لأسرهم. كما ودشن صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان صباح اليوم مشروع المخازن الذكية لتطوير خور عجمان، والذي أنشأته منطقة عجمان الحرة خلال العامين الماضيين كأحد أبرز وأهم مشاريعها الاستراتيجية والتنموية. وثمن صاحب السمو حاكم عجمان خلال جولته التفقدية داخل المشروع جهود المنطقة الحرة في إنجازه كواجهة استثمارية للإمارة، مشيدا بدور القائمين على المشروع واهتمامهم بتنفيذه وفق المعايير الحديثة ومتطلبات عصر الاستثمار. شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة السبت الماضي حفل تخرج ابنته الشيخة آمنة بنت سعود بن صقر القاسمي في جامعة ستانفورد في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، وبحصولها على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال، حيث حضر الحفل حرم صاحب السمو عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة الشيخة هنا بن جمع الماجد والشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس دائرة الجمارك في رأس الخيمة رئيس منطقة أو المنطقة الحرة في الإمارة، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي رئيس نادي التعاون الرياضي الثقافي برأس الخيمة، والشيخ عبد الله بن محمد بن صقر القاسمي نائب رئيس دائرة الجمارك. بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الفجيرة، قررت الجهات المختصة في الإمارة إعفاء الصيادين من رسوم مهنة مزاولة الصيد التي كان يتم تحصيلها في السابق لمساعدة جموع الصيادين في ممارسة مهنة الصيد وتخفيف الأعباء المالية عليهم. كما وافقت الجهات على تجديد وإصدار الرخص الخاصة بالصيد كل 6 سنوات بدلا من عامين، وأشاد الصيادون والعاملون في مهنة الصيد في الإمارة بالاهتمام الكبير الذي يوليه صاحب السمو حاكم الفجيرة وسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة لقطاع الصيد والصيادين في جميع مناطق الإمارة.
استقبل الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، استقبل في قصر المعمورة في أبو ظبي معالي جاكوب ليو وزير الخزانة في الولايات المتحدة الأمريكية والوفد المرافق له الذي يزور البلاد حاليا، ورحب سمو ولي عهد أبو ظبي بزيارة وزير الخزانة الأمريكي وبحث معه العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة وسبل تعزيزها وتطويرها في ظل ما يربط البلدين من روابط صداقة متميزة ومصالح استراتيجية مشتركة. استقبل سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلى ولي عهد أم القوين في مكتبه في الديوان الأميري اليوم كلا على حدة سعادة آصف علي خان دراني سفير جمهورية باكستان الإسلامية الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تسلمه مهام عمله سفيرا لبلاده لدى الدولة. ورحب سمو ولي عهد أم القوين بالسفير متمنيا له التوفيق والنجاح في مهام عمله لدى الدولة، كما استقبل سمو ولي عهد أم القوين السيد تانغ وي بين قنصل عام جمهورية الصين الشعبية الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تسلمه مهام عمله قنصلا عاما لبلاده لدى الدولة. ورحب سمو ولي عهد أم القوين بالقنصل متمنيا له طيب الإقامة والتوفيق في مهام عمله. استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة صباح اليوم في مكتبه في الديوان الأميري معالي حميد بن محمد عبيد الإقطامي وزير التربية والتعليم والوفد المرافق له، ورحب سمو ولي عهد الفجيرة في مستهل لقائه بمعالي وزير التربية والتعليم والوفد المرافق، وتبادل سموه الأحاديث الودية ومناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالتعليم. وطلع سمو ولي عهد الفجيرة من معالي وزير التربية والتعليم على البرامج والخطط المستقبلية لوزارة التربية خلال المرحلة الحالية والمقبلة على استراتيجية الوزارة للمرحلة القادمة. كرم سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة بحضور المستشار راشد عبيد سيف الحفيتي رئيس مجلس رعاية التعليم والشؤون الأكاديمية بالفجيرة ظهر اليوم بمكتبه بالديوان الأميري عددا من حملة شهادات الماجستير في مختلف التخصصات العلمية التي حصلوا عليها في الفترة الحالية. وقدم الحاضرون رسائلهم مشفوعة بشهاداتهم لدرجة الماجستير عن تلك التخصصات هدية لسمو ولي عهد الفجيرة، معربين عن امتنانهم وتقديرهم وشكرهم وثنائهم على قيادة الدولة الرشيدة ممثلة بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة وإخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات مع حرصهم واستعدادهم لإكمال دراساتهم العليا ومثابرة ومواصلتهم حتى الحصول عليها لخدمة أمتهم ووطنهم حرصا على الوفاء ورد الجميل لوطنهم الغالي. اطلع الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في مكتبه اليوم على النسخ الأولى المترجمة للغة العربية لأهم كتابين دوليين في مجال البحث والإنقاذ، وأمر سموه بتوزيعها محليا وإقليميا على الجهات المعنية بالسلامة العامة لنشر ثقافة التعامل مع الكوارث لتسهل مواجهتها ومحو آثارها. وكان سموه قد وجه في وقت سابق فريق الإمارات للبحث والإنقاذ بترجمة الكتابين الموسومين أو الموسومين بالدليل الإرشادي للهيئة الدولية للبحث والإنقاذ والتصنيف المستقل للهيئة الدولية للبحث والإنقاذ تعزيزا لمفاهيم السلامة العامة في مجال البحث والإنقاذ واستخلاص أفضل التجارب والخبرات الدولية في هذا المجال. وقبل الخبر التالي أتانا بخبر عاجل، حيث الرئيس البولندي يستقبل سمو الشيخ عبد الله بن زايد. استقبل فخامة الرئيس برونيسلاف كوموروفسكي رئيس جمهورية بولندا في العاصمة وارسو اليوم سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، ونقل سموه خلال اللقاء تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله إلى الرئيس البولندي، وحرص سموه على تعزيز العلاقات بين البلدين
الصديقين وتمنياته لبولندا وشعبها الصديق اطراد التقدم والنماء. وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وبولندا ووسائل تعزيزها، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وكذلك عبد الله بن زايد يلتقي نائب رئيس البرلمان ووزير الخزانة البولنديين، حيث التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد النهيان وزير الخارجية في وارسو اليوم مع معالي سيزاري كراباجيك نائب رئيس البرلمان البولندي. وجرى خلال اللقاء مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك وبحث سبل تعزيز العلاقات البرلمانية، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول مجمل التطورات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. استكمالا لأخبار سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، حيث تلقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية رسالة خطية من معالي محمد علي يوسف وزير الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية جيبوتي، تتصل بالعلاقات الثنائية وسبل تطويرها بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة بين البلدين الشقيقين. تسلم الرسالة سعادة أحمد عبد الرحمن الجرمن مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية خلال استقباله في مكتبه في ديوان عام الوزارة سعادة عثمان موسى درار شروع سفير جمهورية جيبوتي لدى الدولة. وأكد مساعد الوزير للشؤون السياسية حرص دولة الإمارات على تعزيز وتطوير العلاقات والشراكات المتميزة مع جمهورية جيبوتي بما يعكس طموحات وتوجهات القيادة العليا في البلدين وبما يخدم الأهداف والمصالح المشتركة. استقبل صاحب السمو الملكي الأمير هنري دوق لوكسمبورغ يوم أمس سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، ونقل سموه خلال اللقاء تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله إلى دوق لوكسمبورغ. وحرص سموه على تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين وتمنياته لدوقية لوكسمبورغ وشعبها الصديق المزيد من التقدم والنماء. من جانبه حمل دوق لوكسمبورغ سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان تحياته إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، متمنيا له موفور الصحة والسعادة ولشعب دولة الإمارات العربية المتحدة المزيد من التطور والازدهار وحرصه على ترسيخ وتعزيز علاقات الصداقة والتعاون مع الدولة. وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين ووسائل تعزيزها، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وفي الإطار ذاته التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية في العاصمة لوكسمبورغ معالي خافيير باتيل رئيس وزراء دوقية لوكسمبورغ. ونقل سموه خلال اللقاء تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، والفريق أول لسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى رئيس وزراء لوكسمبورغ الذي حمل سموه تحياته إلى سموهما وتمنياته لدولة الإمارات مزيدا من التقدم والازدهار. هذا وأشاد سموه خلال اللقاء بالعلاقات التي تربط دولة الإمارات ولوكسمبورغ بفضل دعم وحرص قيادتي البلدين على تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات. وفي السياق ذاته أيضا التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية في العاصمة لوكسمبورغ معالي جون إسلبورن وزير خارجية دوقية لوكسمبورغ. تم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون بينهما في مختلف المجالات خاصة الاستثمارية والتجارية والطاقة، واستعراض التطورات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. هذا وعبر سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده ووزير خارجية لوكسمبورغ عن سعادته بتطور العلاقة بين دولة الإمارات ودوقية لوكسمبورغ، معربا عن ثقته بأن زيارته الحالية للوكسمبورغ سوف تسهم في تعزيز تلك العلاقة الطيبة. اعتمد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس بلدية دبي تعديل النظام التخطيطي لجزء من منطقتي البدع وأبو هيل. ويأتي هذا التعديل لهذا النظام بهدف تحسين المظهر الجمالي العام لإمارة دبي وتطوير بعض مناطق الإمارة وانسجاما مع ما يتطلبه النمو المتسارع والتوسع العمراني الذي تشهده مدينة دبي.
ترأس سمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي الاجتماع الأسبوعي للمجلس التنفيذي صباح اليوم بمكتب سمو الحاكم، حيث بحث المجلس خلال اجتماعه عددا من الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الجلسة، وأصدر عددا من القرارات بما يحقق المصلحة العامة ويخدم توجه الإمارة. بدأت الجلسة بالتصديق على محضر الاجتماع السابق، واعتمد المجلس التنفيذي المقترح المعد من دائرة الأشغال العامة، كما اطلع المجلس على كشوفات الأراضي التي تم تخصيصها لمواطني إمارة الشارقة لأشهر مارس وإبريل ومايو من سنة 2014، والبالغ عددها 980 أرضا تنوعت بين أراض سكنية واستثمارية. هذا واطلع المجلس على توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة بشأن توصيات المجلس الاستشاري حول مناقشة سياسة هيئة مطار الشارقة الدولي وسياسة دائرة الموارد البشرية في الإمارة، ووجه سموه المجلس باتخاذ اللازم بشأن هذه التوصيات. استقبلت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة بديوان عام وزارة الخارجية وفدا من جمهورية غينيا كوناكري، يضم كيرفالا يانساني وزيرة التعدين والتكنولوجيا ووزير الطاقة والمياه وجاكلين سلطان وزيرة الزراعة. ورحبت معالي ريم الهاشمي في بداية اللقاء بالوفد الزائر، وأعربت عن أملها في أن تسهم هذه الزيارة في تعزيز العلاقات بين البلدين في كافة المجالات، وذلك خلال اللقاء الذي تم بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، خاصة العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية، إلى جانب تعزيز التعاون في مجال الطاقة، بالإضافة إلى العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، وذلك بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين. حضر اللقاء أحمد عبد الرحمن الجرمن مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية، وخالد غانم الغيث مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية. التقى الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها حاليا إلى الجمهورية الفرنسية الفريق أول بييردو فيليه رئيس هيئة أركان الجيوش الفرنسية. تم خلال اللقاء الذي عقد اليوم بمقر هيئة الأركان الفرنسية في باريس استعراض علاقات التعاون القائمة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الفرنسية الصديقة والمتعلقة بالشؤون العسكرية والدفاعية وجوانب تفعيلها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين الصديقين ويدفع بها إلى آفاق أوسع وأرحب وتبادل وجهات النظر في الأمور ذات الاهتمام المشترك. في خبرنا الأخير لهذا اليوم، حيث كشفت إدارة دبي أكواريوم وحديقة الحيوانات المائية في دبي مول النقاب اليوم عن إضافتها الجديدة التي طال انتظارها، وهي ملك التماسيح الذي تم استخدامه من أستراليا، ويعتبر ملك التماسيح ظاهرة طبيعية ونادرة وأحد أضخم الزواحف في العالم، وهو يقطن الآن مع أنثاه البالغة من العمر 20 عاما ضمن حظيرة خاصة في حديقة الحيوانات المائية تحاكي طبيعة موطنها الأصلي. ويتميز ملك التماسيح بمظهر مهيب، سيسحر زوار حديقة الحيوانات المائية بفضل طوله الذي يفوق 5 أمتار ووزنه البالغ 750 كيلوغراما، أي ما يعادل وزن نحو 15 رجلا كامل النمو. ويقدر عمر التمساح بنحو 40 عاما، ومن المتوقع أن يزداد حجمه أكثر خلال 50 سنة المقبلة من عمره، والمتوقع أن تقدر قوة عضته بنحو 3700 باوند لكل بوصة مربعة، وهي أقوى عضة معروفة لحيوان على وجه الأرض، كما يفوق وزن رأسه لوحده 175 كيلوغراما، ولديه 60 سنا حادة بحجم يعادل وسطيا حجم السبابة. We'll be right back.
هبة الطبيعة باتت اليوم في دبي مول. بهذا الخبر نكون قد أنهينا نشرتنا لهذا اليوم. البداية والنهاية ستكون أكيد مع الزميلين عبد الله وخديجة. إليكم التفاصيل معهم. إلى ذلك الحين لكم مني أجمل التحيات في أمان الله. شكرا للزميل أيمن مصبع على هذه الأخبار. وآخر هذه الأخبار التمساح، شوقنا نحن نذهب ونرى هذا التمساح في دبي مول إن شاء الله. أما أخبار الصحف لليوم، البداية مع جريدة البيان لهذا اليوم والتي كتبت حول ما حظي به المقال الذي نشره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، بعنوان الهجرة المعاكسة للعقول يوم الاثنين الموافق 9 من شهر يونيو 2014، وذلك بصدى إعلامي عالمي كبير حيث تم ترجمته إلى حوالي 16 لغة في 49 بلدا حول العالم، فيما نشرته 59 صحيفة حول العالم أيضا، وذلك خلال أسبوع واحد. ولمس المقال قضية عالمية مهمة تتعلق بملايين الكفاءات والعقول حول العالم، حيث أوضح سموه تغييرات مهمة في اتجاهات هجرة العقول عبر العالم أيضا، مستندا على دراسات جديدة في هذا المجال والأسباب التي جعلت من دولة الإمارات العربية المتحدة تتصدر دول العالم كافة في جاذبيتها للمواهب والعقول. وظهر المقال في صحف 12 دولة أوروبية و15 دولة آسيوية، إضافة إلى الولايات المتحدة والبرازيل والأرجنتين والصحف الرئيسية في عدد كبير من الدول العربية والإفريقية. وبدأ سموه مقاله بقول بموقف تعرض له شخصيا أثناء دراسته في كلية مونز العسكرية في المملكة المتحدة، مشيرا إلى أن الواقع الصعب الذي كان يدفع بأفضل العقول العربية للذهاب إلى أصقاع الأرض كافة بحثا عن الفرص وعن الأمل في حياة أفضل. وأشار سموه إلى أن دراسات حديثة أكدت إلى أن هجرة العقول بدأت تأخذ اتجاها عكسيا في الفترة الأخيرة مع تغيير اتجاهات الاقتصاد العالمي، موضحا سموه أن الصورة ليست قائمة دائما، وإنما التاريخ لا يسير في اتجاه واحد، وأن العالم ليس مكانا ثابتا. ومن جريدة الإمارات اليوم، حيث أفادت الهيئة العامة للطيران المدني بأنها ستطلق قريبا خدمة ذكية للتحقيق في الحوادث والوقائع الجوية، وذلك باستخدام الطائرات من دون طيار، كل هذا لتصوير ومراقبة وتخطيط مواقع الحوادث وإحداثياتها، مشيرة إلى أنه يمكن برمجة هذه الطائرات للقيام بجميع المهام من دون أي تدخل بشري. وذكرت الهيئة للإمارات اليوم أن الدولة ستكون الأولى عالميا في استخدام هذه التقنية. من جانب آخر، كشفت الهيئة أيضا عن تقنية جديدة تطلقها الشهر المقبل، وهي عبارة عن ماسح ليزر رقمي لرسم مواقع الحوادث وتحويلها إلى مجسمات ثلاثية الأبعاد. ويعد قسم التحقيق في الحوادث الجوية لدى الهيئة العامة للطيران المدني هو القسم المختص بالتحقيق في حوادث الطائرات المدنية والحوادث داخل الدولة وخارجها، كل هذا وفقا للمرفق 13 لاتفاقية الطيران المدني الدولية. والغرض من هذا القسم هو تعزيز سلامة وأمن الطيران من خلال التحقيق، وبعد الحصول على العوامل المسببة للحوادث يتم التوصل إلى استنتاجات وتوصيات تهدف إلى منع تكرارها. جميلة الطائرات الجديدة هذه بدون تدخل بشري، بدون تدخل بشري، ما شاء الله. جداً. من جريدة الوطن أيضا تقرؤون غدا، نظمت دائرة إن شاء الله أو تنظم دائرة التنمية الاقتصادية أوائل الشهر الحالي دورة تدريبية بعنوان دعم صناعة القرار الحكومي، وذلك بواسطة التنبؤ الإحصائي على مدى يومين، موجهة إلى الوحدات الإحصائية بالدوائر الحكومية والمحلية والاتحادية بالإمارة، وتهدف إلى توعية المشاركين بأهمية التنبؤ بالطرق الإحصائية في التخطيط وصناعة القرار وتثقيفهم حول أدواته وأساليبه. وأشار سعادة أحمد عبيد الطنيجي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بالوكالة إلى دور الدائرة في نشر الوعي بأهمية الإحصاء بين مختلف شرائح المجتمع بصفتها مسؤولية أو مسؤولة عن الإحصاء الرسمي على مستوى الإمارة، وحرصها على المساهمة في الجهود المبذولة للتدريب موظفي الحكومة في المجالات التي تساعدهم في تحسين أداء مهامهم الوظيفية، مثلما هي الحال أيضا في هذه الدورة التي تعالج موضوع التنبؤ الإحصائي وعلاقته بصناعة القرار الحكومي وكيفية التطبيق الميداني بواسطة البرامج الآلية البسيطة. وأرى بهجة على وجه زميلتي خديجة، ماذا هناك؟ سأخبرك بعد هذا الخبر، شرايك؟ خليك تتشوق. ومن جريدة الوطن تقرؤون غدا أيضا مشاهدينا، أعلنت حكومة الإمارات الذكية أن عدد من حصلوا على التدريب ضمن برنامج تدريب الحكومة الذكية قد بلغ 769
شخصا، منهم 679 موظفا حكومي و90 طالبا جامعي من جميع أنحاء دولة الإمارات، وذلك من خلال الفترة ما بين الشهري يناير ومايو العام الجاري 2014. وبلغ عدد الدورات التدريبية التي نظمها البرنامج خلال تلك الفترة 48 دورة تدريبية في مختلف إمارات الدولة، وقد اشتملت على 11 دورة في إدارة الخدمات الذكية و11 دورة في مجال بنية تقنية المعلومات الخاصة بالحكومة الذكية و12 دورة في مجال أمن التطبيقات الذكية و9 دورات خاصة بعملية تطوير التطبيقات الذكية ودورة تدريبية واحدة على نظام ماك، بالإضافة إلى 4 دورات جرى تخصيصها لطلبة الجامعات. إلى هنا طبعا نحن خلصنا أخبار الصحافة. أنا أبتسم لأن الفريق الجزائري دخل جول ما شاء الله، مبروكين. في الدقيقة يمكن 20 25 فضربة جزاء. شكرا مخرج. فنقولهم مبروك وعسى تشيب الروح اليوم. أنظار العرب كلها على المنتخب الجزائري الأخضر الذي يمثل العرب في مونديال كأس العالم 2014، حيث يلعب ضد المنتخب البلجيكي. نتمنى له كل التوفيق للمنتخب الأخضر، ونقول ألف مبروك على الجول الأول. نشوف هذا الفيديو ولا نعوده. مرة أخرى مبارك للمنتخب الأخضر الفريق العربي الوحيد في مونديال 2014 لكأس العالم، وإن شاء الله يتم على هاي الخطى إلى نهاية الجيم أو المباراة. أنوه مشاهدينا طبعا ذكرت في أول برنامج، وأذكر مرة أخرى اللي يبغى يعلق أي تعليق بما يخص مباراة اليوم أو تشجيع أو أي رسالة طبعا عبر قناة الظفرة من برنامج مساء الإمارات، أرقامنا تبين كل شوي على الشاشة، ما عليكم إلا الاتصال. طبعا نحن في احتفاليه مع فريق الجزائر، ونعطي بعض المعلومات عنه. هذا المنتخب لكره القدم يلقب بالافناك بمعنى ثعالب الصحراء، كما يلقب ايضا بمحارب الصحراء او الخضر، وفي بعض الاحيان بالابيض نسبه الى لباسه الابيض. هذا الفريق تاسس في 13 ابريل سنه 58، طبعا ابان الاستعمار الفرنسي، اي 4 سنوات قبل استقلال الجزائر سنه 62. انضم الى الفيفا سنه 62 والى الاتحاد الافريقي لكره القدم في سنه 64. نتمنى لهم التوفيق في كأس العالم، وإن شاء الله يشرفونا بيض عيوننا. اسم الفريق الأخضر فإن شاء الله دربه خضر اليوم، إن شاء الله. والفريق إن شاء الله. الأبيض إن شاء الله راية بيضة اليوم إن شاء الله. إن شاء الله. في حوار المساء مشاهدينا اليوم، الجائزة العربية للإعلام الاجتماعي تجمع بين الإبداع والتواصل العربي، بعد الفاصل تابعونا. حياكم الله من جديد مشاهدينا في حوار المساء. اليوم طلتنا مختلفة، أنا وخديجة إن شاء الله متشاركين اليوم في حوار المساء، وذلك نعم. بسبب تعذر حضور أحد الإخوان الذين كان لابد حضورهم معنا لمناقشة هذه في هذا الحوار في هذا اليوم وهذه الحلقة. نتمنى إن شاء الله طبعا السلامة، وإن شاء الله نتمنى أيضا أن يتصل فينا تليفون وناخذ أخباره ونعرف أن إن شاء الله بخير وبسهالة.
اليوم أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله الجائزة العربية للإعلام الاجتماعي، وتضم 20 فئة نشطة على مواقع التواصل الاجتماعي تتنوع ما بين الحكومية والخاصة والفردية، إضافة إلى اختيار سنوي للشخصية الأكثر تأثيرا في الشبكات التواصل الاجتماعي في العالم العربي. وسيتم أيضا تكريمهم ضمن حفل سنوي يقام في دبي كل عام. يسرنا طبعا اليوم نحن بناخذ اول شيء تقرير، وبيكون معنا بعد هذا التقرير الاستاذ ضرار بلهول الفلاسي مدير عام مؤسسه وطن الامارات ليناقش معنا هذا الموضوع في حوار المساء. نعم، اذا ناخذ التقرير اولا ثم نعود للحوار عبر الهاتف. لا شك أن وسائل الإعلام الاجتماعي أصبحت جزءاً أساسياً من الواقع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في منطقتنا والعالم، ومؤثراً أساسياً فيه، بل لاعباً رئيسياً في صنع أحداثه. في ضوء تزايد الاهتمام بمواقع الإعلام الاجتماعي والتطور المستمر في تقنياته، تواصل منصات الإعلام الاجتماعي مثل تويتر وفيسبوك ويوتيوب دورها كوسائل تواصل أساسية، الأمر الذي يؤكد أهمية الإعلام الاجتماعي في العالم العربي على الصعيد الحكومي والاجتماعي. ولم يقتصر الإعلام الاجتماعي على الدردشة والتعارف، وإنما أصبح عنصرا أساسيا في مزاولة الأعمال وعقد الصفقات وتعداها إلى أبعد من ذلك. اختلفت النظرة للإعلام الاجتماعي عند البعض وتباينت الآراء حوله، فمنهم من استخدمه للبناء وآخرون استأثروا أن يوظفوه للهدم. وفي ظل العصف الذهني الذي خلقه التواصل الاجتماعي، هل استفاد عالمنا العربي من القدرات الهائلة والإيجابية لشبكات التواصل الاجتماعي؟ مواقع التواصل الاجتماعي هي السبب في هذه التغيرات. ليش؟ مساحة سقف الحريات اللي صار فيها وقدرة الناس على التعبير بدون رقابة بدون كذا، هي اللي أعطتهم المجال أنه هي تكون ناقل سريع للحدث. سيف ذو حدين، تقدر تقول انه ايجابيته اكثر من سلبيته بوجهه نظر، طبعا يختلف وجهات النظر. والله هي ساهمت بشكل كبير، لانه صارت الناس خلاص عن طريق برامج التواصل الاجتماعي تعرف كل شيء، خلاص توصلها المعلومه باسرع وقت ممكن، فاصبحت هي جزء لا يتجزا من المجتمع، واصبح جزء لا يتجزا من الشبكات الاعلام. المجتمع بشكل عام مع الوقت بدحر وبيبعد عن اللي هي الشبكات اللي هي السلبية. اليوم التواصل الاجتماعي هو شيء عامة العالم يعني بتستعمله. اليوم الولد صغير اللي عمره 5 سنين 7 سنين اليوم يمكن عنده فيسبوك وعنده تويتر. إيجابي أكيد إيجابي، لأنه كل شيء بدك تستعمله سلبي فيك تستعمله، بس هذا الشيء أكيد بيأثر إيجابي، بيقرب الناس على بعضها، بتحس حالك كأنك أنت موجود بالبلد. مشاهدينا طبعا معنا على الهاتف الاستاذ ضرار بلهول. مساء الخير استاذ. الو مساء الخير. مساء الخير، مساء النور والسرور. هلا بك استاذي. خلني ابدا معك بسؤال الاول، وهو طبعا مثل ما تكلمنا وقدم زميلي عبد الله، صاغ سموه توليفه ذكيه باطلاق جائزه تحت عنوان الاعلام الاجتماعي، ما رايك بشكل عام بهذه المبادره او هذه الجائزه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البدايه يعني انا احب اشكركم على تحت الفرصه لنا يعني للتحدث لقناتكم مشهورة. العفو، شكر لك. وبعدين إذا نتكلم عن الجائزة، أعتقد أن أنا الأوان لخروجها للواقع. الجائزة بشروطها بمعاييرها خطوة وقفزة للأمام، أعتقد هاي بادرة جيدة للتفكير الإيجابي في تطوير العمل في وسائل التواصل الاجتماعي، وأنا من مؤيدينها والداعمين بحكم طبيعة عملي، بحكم أن أنا من المغردين اللي القدامى في هالمجال والمتفاعلين في الساحة. نعم أستاذ ضرار، أول شيء طمنا عليك الأمور بخير، سمعنا أنه كان في وعكة صحية اليوم.
الحمد لله الحمد لله. يعني أنا كان ودي أكون معكم في الاستوديو، ولكن أوعدكم إن شاء الله في المرات القادمة إن شاء طبعا الله. هذا شرفنا، نحن تواجدنا معك في السابق أيضا في يوم الاتحاد الوطني، واليوم كنا كان ودنا أيضا نتواصل معك، لكن نتمنى لك الشفاء إن شاء الله وما تشوف شر إن شاء الله. إنزين في نفس المجال أيضا تكلمنا أن إحنا وسيلة بناء حضاري جديدة، هي للبعض يستخدمها لبناء الوطن والبعض الآخر لهدم مكتسباته. إلى أي مدى نحن نقدر نتكلم أو هذه الجائزة وضعت المسؤولية على النشطاء في عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأن يكون لهم إنتاج معين إعلامي؟ الحمد لله. يعني نحن أنا دائما أتحدث عن نحن لازم ننظر للوضع بطريقة أكثر إيجابية لما حدث لي بالظروف. يمكن كان التواصل الاجتماعي قبل سنتين أو ثلاث، وما يحدث في الساحة التواصل الاجتماعي جديد على المجتمع الإماراتي. نحن قد لا نكون الأكثر عددا، لكن إذا نتكلم عن الأرقام الأكثر تنظيما الأكثر مشاركة وتفاعلا في الأحداث، أنت تكلمت عن يوم العلم، الأرقام اللي حققت يوم العلم، الأرقام اللي حققت في أي فعاليات في إكسبو، يدل على أن هناك تفاعل، هناك يمكن واستجابة كبيرة. نحن إذا بنيس ننظر إلى الجانب السلبي في التواصل الاجتماعي فبنبقى في الجانب السلبي. أعتقد نحن يجب أن بخروج الجائزة نحن بدينا نسن قوانين، نحط معايير، ما نبغى نقول قوانين، لكن كل ما ارتقى، ونحن مرة نظمنا عدة دورات نتكلم فيها ندوات غرد بإيجابية، والهدف أنت لا تندفع خلف السلبية وما يقوله البعض. قد هذا موجود في كل مكان، أصبع يدك ما بتكون نفس الشيء، ودائما بيكون هناك من يحاول التحدث بسلبية والإساءة، لكن نحن إذا ركزنا على المنجزات، ركزنا على الإبداع، ركزنا على تطوير أنفسنا، سوف تدريجيا نقضي على وجود السلبية. لهذا نحن نتحدث إذا ركزنا بس على الإيجابية تدريجيا، فكانت النسبة 50-50% بين السلبية والإيجابية، وحاولنا نبني على الجانب الإيجابي سيطغى على السلبي. يعني الآن نقدر نفكر في السلبي. طبعا أستاذ درار نقدر نقول أن هل هناك ورشات عمل الآن بدأ العمل عليها لتنمية الوعي الاجتماعي بالتواصل الاجتماعي لدى الإخوان العرب وطبعا أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة؟ بالنسبة لنا نحن في دولة الإمارات نتكلم نحن بادين من قبل، يعني يمكن نحن أكثر من دولة في عدة ندوات تكلمنا عن التغريد، تكلمنا عنه فيها عن كيفية التعامل. كيف أنت جمعية المحامين ما قصروا، يعني سووا ندوتين ثلاثة أعتقد تكلموا فيها عن نحاول مرة ثانية يمكن انقطع الخط مع الاستاذ درار. الاتصال أعتقد نعم. نحاول نتصل فيه مرة ثانية. طبعا إذا جانا تليفون إن شاء الله نكمل مع الاستاذ درار بل هو الفلاسي. أما الآن أيضا يعني عالمنا العربي ما استفاد بشكل كامل من قدرات الهائلة والإيجابية خديجة لشبكات التواصل، وهدف هذه الجائزة يعني إفادة العالم العربي ودخوله في هذا المجال بشكل بناء. صحيح، وأنا أعتقد حتى يعني أهم موضوع، أهم شيء لهذا الموضوع يمكن هو الأستاذ ضرار على أدرى أن يتكلم أكثر، بس أكيد الخطى وممشى صاحب السمو طبعاً بما يحمله من تفكير مبدع وخارج الصندوق. ومعنا الاتصال مرة أخرى، هل توافقني الرأي أستاذ ضرار؟ 100% أنا وافقت الرأي. يعني نحن بشكل ما قبل ما ينقطع الخطى أنا أعتذر عن هذا خارج عن هذا، لكن نحن نقول نحن بدينا في ندوات متفرقة على مستوى الإمارات، لكن الجائزة سوف يعني تحط الحد، تحط الخطوط العريضة للأمام. ونحن ما بنبتدي ننظر للخلف وما حدث، لكن كل ما بدينا ننظر للأمام أعتقد نحن بنكون حققنا إنجازات أكثر. أكيد. طبعا أستاذ أضرار في معايير أساسية كانت لهذه الجائزة وهي التواصل، الإبداع والتأثير، فسؤالي كيف يمكن رصد هذه المعايير لإنتاج إعلام مؤثر بشكل أكبر؟ لازم نعرف أن الرد يعني حاليا وهذه تستخدم يتم عملية رصد التأثير، يتم رصده عن التبادل بين
الخبرات المرسل والمستقبل، يعني كيف الناس يتفاعلون، هذا يقاس اوتوماتيكيا. نعم. هذا يقاس ويحطوا لك يعني ريتنج على في الامارات على مستوى الوطن العربي على حسب الابداع. ابداع كيف انت تقدم، يعني انا دائما اتكلم ويا شباب اقول لك انت كيف تصيغ المشكله، هي يعني الناس مو فاهمينها، انت في 140 حرف كيف انت يعني تختزل مقال كامل في 140 حرف، فهذا طبعاً. هنا الابداع، وكيف انت يوم بتصيغ خبر طبعاً. او تغريده بتلفت انتباه المتابعين لقراءتها طبعا. وهناك تكنيكس، يعني الناس يمكن يكتبون بدون هاشتاج، الهاشتاج او الوسم يجذب، يعني الناس يعرفون يحطون الحين والله اذا ناخذ السعوديه الاكثر عددا. نعم. فممكن انت تجر تسوي لك ترتيب وتسوي لكم يعني فولوور زياده وتخلي تفاعل اكثر من الاطراف اللي معنيه، هذا يعتمد ايضا على الابداع يعني التواصل. صحيح. طبعا والتواصل ايضا. طب الحين احنا في خضم ما تتعرض له وسائل التواصل الاجتماعي طبعا من بعض المواد العشوائيه اللي اقتحمتها بشكل كبير، هل نقدر ان احنا نقول ان هذه الجائزه اتت في وقتها لتوجيه مستخدمي التواصل الاجتماعي من الدول العربيه ودوله الامارات العربيه المتحده الى منهج جديد ومحاوله لاستفاده القصوى من هذه المواقع للتواصل؟ والله انا 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 امل هذا، وانا متفائل جدا في ان يعني نحن ما بنقدر، انا ارجع اقول لك اياها ونكون واقعيين ونتكلم، نحن ما بنقدر نحد نهائيا 100% يعني من وجود السلبية، لكن نحن اذا تكلمنا واقتنعوا الشباب واقتنعوا ان بتكون ايجابي بتقدم اشياء، فتدريجيا سيتم يمكن على مستوى مدى سنه سنتين لن تجد هناك، نادرا ما ستجد من يكون يغرد خارج السر. نعم. يمكن اعتقد ان الجائزه في وقتها وممكن تحقق وبتحقق ان شاء الله انجازات. طب استاذي نحن قرانا يعني اثناء بحثنا عن هذا الموضوع ان هالجائزه تحمل مناقشه الكثير من القضايا الاجتماعيه المهمه، منها علم اللغه الاجتماعي في العالم العربي اللي هو بالضبط شو؟ ما سمعت قطعنا هذا، لو سمحتي ممكن تعيد ما عليه. اكيد اقول ان علم تحمل الجائزه مناقشه الكثير من القضايا الاجتماعيه منها علم اللغه الاجتماعي، هل هو طريقة التواصل أو اختيار المفردات في عملية التواصل كما ذكرت حضرتك بين المرسل والمستقبل، أو يخص ماذا بالتعيين؟ يعني بيخص أكثر كيفية أنت إيش جايب هالأشياء، لأن المصطلح كيفية أنت دخولك في الموضوع. نعم. وتفسيرك طريقة للموضوع، عرضك للموضوع وعرضك للموضوع. هذا ترى يمكن أنا بالنسبة لي أنا أعرف أتكلم من مكان خبرة، كيفية صياغة الخبر هاي بروحها يمكن تعطيه 25%، كيفية توجيه الخبر لمنو. أنا بعطيش مثال، يعني كنا نتناقش، يعني كنا بدينا موضوع اللي هو هاشتاج كان، وهذا على مستوى الوطن العربي كان فعال. نعم. اللي هو MB underscore Europe اللي هو Brother Muslim Hood Europe، كان الهدف منه شرح الأهداف خطورتهم لأوروبا. التفت للانتباه هذا المصريين، ليش؟ لانهم كانوا يكتبون عشوائي، نحن كنا نحط الهاشتاج وكنا كنت انا احط شكل ما اقول منشن اعضاء هذا في الوزراء في اوروبا والسوق الاوروبيه المشتركه والاتحاد الاوروبي، كنت اوجه لهم المعلومه. كان هناك اتصال من عده محطات قناه يستفسرون عنها، قلت له يا جماعه نحن اذا نبغي نخاطب اصحاب القرار. نعم. ونأثر فيهم عشان هذا، والحمد لله كان التأثير ايجابي. نفس الموضوع عندما طلع التقرير الامريكي كان هذا، كنا نخاطب جون كيري ووجه له الاسئله ووجه له هذا، تعرضت امريكا للضغط من الصحافه الامريكيه وسالوا جون وتغير التقرير لانه اكتشفوا انهم خطا. انا اعتقد ان هذا نجاح. نعم. للجانب الإماراتي جدا، يعني هم يستخدمون التواصل الاجتماعي والإعلام ونحن نستخدم، لكن نحن استخدمناه بطريقة صح وقدمنا أنفسنا بطريقة صح أثرت على المجتمع والرأي العام.
نعم. طب هذا الجانب مهم. طب هذا التواصل الاجتماعي إلى أي مدى ساهم على مرار السنوات الماضية في إبراز الحدث والأحداث اللي كانت حاصلة؟ هو ساهم بنسبة كبيرة جدا أعتقد. طبعا في أول الأيام كان أنا إعلامي وأنا أعرف أنه كان هناك نوعا ما صراع بين بعض الإعلاميين كانوا رافضين فكرة التواصل الاجتماعي والنشطاء في الاجتماعي كانوا مو متقبلين الاعلاميين فكان هنا. لكن تدريجيا برز دور التواصل الاجتماعي، فنحن ما نقدر نهمش دور التواصل الاجتماعي وما نقدر نهمش دور الاعلام. الاعلام مصدر للمعلومه طبعا. في التواصل الاجتماعي قد يكون خبر لكن نسبه الضمان الخبر خلينا نكون واقعي ما تكون بحجم المسؤوليه اللي موجودة في الإعلام. لكن لازم نعترف التواصل الاجتماعي أعتقد موجود وسيستمر. أستاذ ضرار أقدر بقوة. أقول أنه فرض نفسه وبقوة. نعم. فرض نفسه وبقوة أصبح يعني أنت شوف في جرائد كانت ما تعترف في وجود لها حساب نقول في التويتر أصبح الحين فرض عليهم يعني شافوا الناس كيف تبغى فأصبح لهم حسابات في التواصل وشافوا مدى تجاوب المجتمع في التواصل الاجتماعي. طبعا استاذ ضرار نحن تقديرا لظروفك الصحيه ما بنطول عليك وشاكرين جدا جدا الشكر رغم طبعا وضعك الصحي الا انك تواصلت معنا بمداخله هاتفيه فلك جزيل الشكر. العفو وانا شرف لي اصلا هذا. يشرفنا شكرا الله يسلمك الله يحفظك ان شاء الله. الله يخليك مشكور. طبعا نحب نذكر بعد ان سيدي صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد تجاوز عدد متابعيه عبر التويتر 2,800,000 مغرد وطبعا هو قائد اجتماعي جذب انتباه ملايين المحبين فيستحق طبعا ذلك. مشاهدينا طبعا نشكر مرة أخرى الأستاذ ضرار بلهول مدير عام مؤسسة وطني الإمارات. الحين أنا مداخلة أخرى يمكن مع الأستاذ أحمد السهيلي الصحفي السعودي. الأستاذ الصحفي أحمد أهلا السلام عليكم. يا مرحبا أهلا وسهلا حياك الله. الله يبارك فيك. من وين تكلمنا؟ أنا أكلمكم من دبي. من دبي حياك الله. الله يحفظك إن شاء الله يا رب. عمر أهل دبي الله يحفظك حبيبي بارك فيك. يا مرحبا الله يسلمك إن شاء الله أستاذي. طبعا نحن نتكلم عن جائزة وجائزة كبيرة يعني الحين بدأت ولها منهاج وتحدد مسارات كثيرة في العالم العربي والإماراتي. فنحن مواقع التواصل الاجتماعي من أكثر يعني المنارات التي تعتبر يعني تخرج منها الشائعات بشكل مؤثر. كيف يمكن لنا يعني تصحيح مسار هذه يعني المنافذ والسيطرة عليها بشكل أكبر؟ الحقيقة في الآن مبدئيا المواقع التواصل الاجتماعي نفسها بدأت بملاحظة هذا الشيء وصار في تويتر خاصية التصديق أو المصادقة الفيريفيكيشن للحسابات حتى نعرف أن الحساب هذا منسوب للشخص نفسه عيانا وليس حسابا مزورا ممكن أنه حتى يعني تنتشر منه الشائعات بسهولة. الحاجة الثانية أيضا نفس الحكاية هذا صار مع فيسبوك وصار مع إنستغرام. الفكرة أنه في الفترة الماضية أصبحت مواقع التواصل هذه هي يعني مصدر للأخبار في الفترة الأخيرة. فصار الناس يتناقلون الأخبار من خلالها وارتفعت درجة الاعتمادية على الأخبار التي تخرج منها. لكن هذا أيضا تسبب في أنه يدخل إلى مجال الإخبار الصناعة الإخبارية أو العمل الصحفي الذي كان يعني من قبل كان مو أي أحد بيشتغل في مجال الصحافة يشتغل لازم يكون في مؤهلات وتدريب عالي حتى يصل إلى أنه يكون صحفي يعني يضع اسمه على مادة صحفية. فهو هذا فتح الأبواب للجميع. اي نعم هو فتح الابواب للجميع له ميزاته بالحقيقه لانه في صار عندنا قدره على اننا نوصل يعني صوت الشارع صار يصل بسهوله الى الـ الى الـ الى الـ الى الاونلاين يعني بيكون على الهواء مباشره على شبكه الى كافه الطبقات الاداريه والحكوميه والقياديه طبعا طبيعي طبعا بشكل كبير وهذا يعني واضح في
سواء في الإمارات مثلا في دبي وفي وفي أبو ظبي. في الحقيقة لو نشوف القيادات السياسية ومشاركتها في صناعة القراءة في كتابة على مواقع التواصل الاجتماعي، يعني الآن لا نستغرب أبدا أنه يخرج خبر أنه والله مثلا وزير الخارجية في حسابه في تويتر قال كذا كذا. هذا لم يكن يعني في التقاليد الصحفية القديمة مقبولا. الآن ممكن يخرج في أهم نشرات الأخبار، يمكن صار في استاذ ثقافة التقبل لآراء الآخرين بشكل عام. بالضبط، هي تدريجيا ارتفعت المصداقية، وصار عند القارئ والمتلقي صار عنده فلترة ذاتية، صار عنده قدرة على التمييز بين الأخبار الفلاشية والأخبار الحقيقية. طب بما أننا تكلمنا عن الثقافة أستاذي وعن السياسة، حب شوي يعني أخذ مفردات شوي أثقل، المشهد الثقافي، المشهد السياسي، المشهد الاجتماعي أو حتى الاقتصادي، إلى أي مدى أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي منبر مؤثر لهذه المشاهد؟ بالتأكيد أصبح مؤثرا، والدليل أنه إحنا الآن مثلا في مسابقة كبرى موجهة لهذا المجال تحديدا. وكذلك ايضا يعني نلاحظ انه في المؤسسات المنابر السياسية اصبحت تهتم كثيرا بان يكون لها حضور في هذا المجال. والاقوى والاهم من هذا والاكثر تاثيرا يبين لنا فعلا قديش يعني كم اصبحت هذه المنصات مهمة، ان وسائل الاعلام التقليدية اللي كانت تعتبر نفسها هي المنبر الاهم اصبحت تلجأ الى هذه وسائل التواصل. أصبحت القنوات تفتح حسابات في تويتر وتفتح حسابات في فيسبوك يعني تحاول أن تنزل إلى الجمهور وتتقرب منهم حتى يتابعوها ويحظوا بمتابعة عبر هذه التواصل. نعم. أستاذ أحمد السهيمي، نحن شاكرين لك تواصلك معنا، ونتمنى لك إن شاء الله إقامة سعيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي عاصمة التجارة الإماراتية دبي. حبيبي شكرا جزيلا. الله يسلمك إن شاء الله يا رب. إذن شكرا للأستاذ أحمد السهيمي الكاتب والصحفي من السعودية. والآن ننتقل معكم كيف تقضي صيف صحي وآمن، ولكن بعد الفاصل انتظرونا. حياكم الله من جديد مشاهدينا متابعين فقراتنا وأسرة ومجتمع اليوم، تحملنا إلى صيف آمن وصحي، هو هذا عنوان الحملة التي أطلقتها بلدية دبي تماشيا مع أهداف واستراتيجية بلدية دبي. هذه الحملة أطلقتها البلدية في دورتها السابعة على التوالي في إمارة دبي، حيث ستستمر الحملة إلى نهاية موسم الصيف في شهر سبتمبر. راح نعرف أكثر عن هذه الحملة وما تحمله. طبعا بيكون معانا، يسرنا ان نستضيف معانا في الاستوديو المهندس رائد محمد المرزوقي رئيس قسم الصحه والسلامه المهنيه في دبي. مساء الخير. مساء النور، حياكم. حياك الله استاذ رائد. حياك. في البدايه طبعا لو تخبرنا شوي عن هذه الحمله يعني وما تحمل في هذا الصيف ان شاء الله. بدايه يسعدنا نيابه عن سعاده المهندس حسين ناصر لوتا مدير عام بلديه دبي، نشكركم على استضافتكم لنا. الحمله هاي بدت سنه 2008 وكانت نتيجه تحديات كبيره اللي هي التغيرات المناخيه والتقلبات في درجه الحراره بشكل مفاجئ ومعكستها على المحافل العالميه من اصابات في بعض الدول الاوروبيه. فكان القرار في محله وقرار حكيم في وقت استراتيجي يعكس رؤية الإمارة في التوجه نحو العالمية والتميز، وأيضا الحملة تعكس استراتيجية البلدية المنبثقة من استراتيجية الإمارة في تعزيز ثقافة التوعية وبالأخص بأمور الإجهاد الحراري والمعايير الأخرى المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية. البداية ركزنا على الإجهاد الحراري. ومن سنة 2013 أضفنا مبادرة أخرى اللي هي السلامة والحريق أنت تختار. نعم. الإجهاد الحراري بس نعرفه للمشاهدين إذا ممكن. الإجهاد الحراري هي العملية اللي تعجز
الحرارة الداخلية من الخروج من الجسم. فالجسم من نفس الكلمة الإجهاد نفسه، فالجسم يجهد للتخلص من الحرارة. فالدم غالبا هو الناقل الوحيد للحرارة. فعندما الجسم يعجز بتبادل الحرارة مع الجو الخارجي يبدأ بإفراز أو التعرق. وفي حالة صعوبة تبخر التعرق نتيجة للرطوبة فيبدأ الجسم بإفراز العرق بكثافة. ممكن يعرض الشخص للإجهاد. طيب أستاذ، أنتم كانت بدايتكم 2008، نحن الحين 2014. حملة هذه السنة ما الفعاليات التي تحملها بشكل خاص؟ فعاليات الحملة بدأت الخميس الماضي تاريخ 12/6 وبمشاركة الجهات الحكومية والاتحادية، هيئة دبي الصحية، الدفاع المدني، مؤسسة دبي للإسعاف. فبدينا بمحاضرات توعوية مفصلة، تقريبا 7 محاضرات، ومشاركة وزارة العمل والجهات الأخرى الحكومية والشركات الخاصة. ضمن فعاليات الحملة أيضا عندنا توزيع كتيبات تفصيلية عن إرشادات بخصوص الإجهاد الحراري وأيضا السلامة والحريق. ضمن فعاليات الحملة اللي هي برامج توعوية وورش توعوية تشمل الشرفيين والمهندسين في البلدية، فئة العمال، الدوائر الحكومية، الدوائر الاتحادية بناء على طلبهم، وأيضا الشركات العامة، وأيضا تدشين الحملة في المواقع العامة. كالمحلات كالمراكز التجارية، الشواطئ، الحدائق. يعني الحملة وضعت بين قوسين الكل. الكل ما تشمل أحد. أعتقد في معنا صورة يمكن نشوفها، تعرف عليها ونفهم مفهوم هذه الصورة إذا موجودة ويانا. هاي الصورة تخبرنا عنها أستاذي. إيه نعم. لو تشوف الصورة أن العامل يتعرض لعملية الجفاف بسبب التعرق. فعند فقدان 2% من سوائل الجسم يصاب الشخص بالتعب. إذا زادت النسبة إلى 4 فيبدأ يحس بالصداع. وأيضا عدم التركيز. وهاي المشكلة أوقات العامل يلجأ يستخدم مسكنات، بنادول أو إكسترا ثرس بنادول، عبالا عنده صداع، هم عارف المشكلة. لو زادت النسبة إلى 5 نشوف أن تقلص في العضلات، ونشوف هاي الممارسة أثناء المباريات، نشوف لاعب مرموق وعريق يرمي عمره ويمسك رجله، نقولها ما يضيع وقت، لا هذا اللاعب مو بتصرفه طبعا، فيعاني من تقلص في العضلات. لو زادت النسبة إلى 6% ممكن الشخص يواجه اللي هي ظاهرة التقيؤ. وإذا زادت عن هذه 8% فتبدأ عملية ضربة شمس اللي هو الإغماء. اللي هي أخطر مرحلة. لكن لو نلاحظ في الصورة أيضا أن المشكلة مش فقط الحقيقية في إغماء أو ضرب الشمس للعامل. لأن هذا الشيء ممكن نسيطر على الشيء قبل ما نوصل له. المشكلة المراحل اللي ذكرناها الأولى. كيف التعامل معها؟ كيف؟ فتشوف العامل يتعرض للاضطرابات في الرؤية. فيوم العامل يركز على آلة ومعدة فيمكن يغلط. فيدق الفص بدل ما يسكر يشغل، بدل ما يشغل الخط الأول يشغل الخط الثاني فيصيب زميله. أو يفقد التركيز، فبدل ما ياخذ مسار الآمن في الشركة وفي المصنع ياخذ له طريق مختصر. فيدخل في منطقة الخطر بالعمليات. ممكن أي شخص معرض لارتكاب أي نتيجة سلبية إذا صارت عنده يعني إحدى هاي العوارض؟ هي نعم، لأن الأعراض ممكن أيضا تكون شخص مجهد، فسلوكياته في العمل مش سلوكيات عادية، مش متعاون. صحيح. كل واحد يدور حد يفازعه يشيل عنه الشغل. نعم. وأيضا ممكن الشخص ينزعل معدات الحماية الشخصية، يشوف يقول القفاز أحس إنه حران أشيل الخوذة. هو بيضيق ويبدأ يتصرف تصرفات عشوائية بدون دراية أو وغير ومو مش يعني مو بقاصد. مو بقاصد طبعا. طيب في عفوا خديجة، بس في حل سريع لهذا الموضوع أثناء بداية تعرضها؟ أهم شيء الارتواء السليم، يعني التوعية. ليش بدينا احنا بحملة التوعية؟ لو نلاحظ العامل هو يشتغل في الجو الخارجي يفقد ما يراوح كم لتر من الماء تعتقدون؟
هو العديد الشخص الاعتيادي كم كمية المي ممكن أو العرق ممكن افتقده خلال 8 ساعات أو 10 ساعات عمل؟ والله أنا تعطينا رقم يمكن حسب حرق الجسم يوصل إلى 10 إلى 12 لتر ما شاء الله. شايفين القارورة المي اللي نحصلها عند المحلات تقريبا almost full ما شاء الله. فلو الشخص ما انتبه وارتوى أول بأول، والمصيبة مش فقط في الارتواء، لو دخلنا أي مطعم من المطاعم الآسيوية خلنا ناخذ الجنسية الهندية نشوف الفطور عند العامل، شو ممكن العامل البسيط يفطر بالصبح؟ شو أكله؟ هو خبزة براتة، خبزة براتة مع شاي كرك بس نعم. ولو زين الكرك شاي براتة إلا شوي شجر صحيح. فالعامل يتصرف بنفس النمط السلوك لمدة شهر شهرين ثلاث فالحالة الصحية تسوء طبعا، فيفقد كثير من الأملاح اللي يحتاج، الأملاح اللي احنا نستخلصها من الفواكه من الخضار، فعرضة للمرور لهذه كل هاي الأعراض اللي ذكرناها نعم. فيبدأ يفقد التركيز، الحوادث تزيد نعم. الشخص نقول أخطأ، كيف أخطأ؟ قص إيده، كان شغال من 15 سنة وعامل ماهر، شو الاستواء بأنه مرة جرح نفسه أو سقط؟ ففي التحقيق صعب أنه نقول أن الشخص كان معرض لأعراض الإجهاد الحراري أو لم يكن في كامل نعم. وكثير من القرارات يرجع للشخص نفسه طبعا. هاي النصائح التوعوية والحملات على مدى 5 سنوات أثرت، كان عندها رد فعل إيجابي بالنسبة للمجتمع وأفراده، صار في تحسن؟ نعم، لاحظنا صراحة استجابة جميلة من القطاع الخاص والمجتمع، تواصل الشركات معنا في الاستفسار من 2008-2009 نعم. شفنا أيضا تواصل الشركات العمال بالذات في السنة الأولى والثانية نعم. شكاوي إن نعم يشغلونا في الخارج، فبدينا نحقق في الموضوع، تبين لنا نعم كثير من الحالات صحيحة وفيها من الحالات كيدية نعم. ومن ما ظهر القرار الوزاري 2010 فكان نوع من الاحتضان لحملتنا حملة صيف صحي آمن نعم. ويتنا مكايتنا التواصل من الدوائر الحكومية دوائر الاتحادية بكيفية أو الحصول على المواد التوعوية أو تدشين ورش توعوية عندهم طبعا نعم. فتطورت للمرحلة الأخيرة الآن ما شاء الله، احنا يعني يمكن آخر 4 سنوات ما استلمنا لا شكوى ولا حادث ولله الحمد، حتى نحقق في أو يعني غالبا البلاغات تجينا في أنظمة الشكاوي نعم. أو بلاغات من الشرطة للتحقيق في حالة أو من النيابة أو المحكمة، فالحمد لله رب العالمين يعني آخر 4 سنوات ما استلمنا أي حالة. أزين، أنا أبغى نتعرف أيضا ونعرف المشاهدين على التدابير السلامة اللي تأخذها البلدية الآن في فترة الصيف وخصوصا أيضا طبعا مع العمال. بخصوص العمال في الدائرة، عمال نحن عدد كبير، فلو تلاحظ أن بدينا نقلص ساعات العمل نعم. فبدأ العامل عندنا تقريبا الساعة 11 إدارة الزراعة على سبيل المثال، الساعة 12 أو 12 ونص نهاية الدوام، ف 12 ونص يكونوا اوريدي راكبين الباص نعم. إدارة النفايات على الساعة 11 يكونوا مخلصين جميل. التعميمات الداخلية نوفر لهم توعية سواء في موقع الإدارة وأيضا في المواقع الخارجية ومشاركة رؤساء الوحدات وأوقات مدير الإدارة، فيعني العملية ما شاء الله مستمرة ولله الحمد، يعني ما عندنا أي شيء أي حالات أو تذكر أنه أدت إلى، وأيضا في تعميمات داخلية نعم. للوحدات للعمال للمشرفين للمهندسين بتذكيرهم، كل سيارات المشرفين مزودين ببرادات كبيرة كإمرجنسي للتوفير للعمال في حالة اتصالهم طبعا، ووفرنا لهم العام يمكن حول 8000 عينة ما شاء الله. وياسين أيضا نشوف ردة فعلهم وكيف استجابتهم للمحاليل الإلكترولية، يعني الموضوع بدأ ببادرة والآن يخضع إلى دراسات وتحاليل وإحصائيات نعم. يعني العزوف وإنهاء هذه المشكلة اللي بإذن الله. الله يحفظك إن شاء الله. طبعا نحن نشكرك الأستاذ المهندس رائد محمد المرزوقي، حياك الله يحفظك إن شاء الله، وأتمنى لكم التوفيق دائما للأمام. الله يحفظك، الله يحفظك، مشكور ما قصر. إذا نشكر المهندس رائد محمد المرزوقي رئيس قسم الصحة والسلامة المهنية في بلدية دبي. بعد الفاصل معنا العين الساهرة، انتظرونا لنا عودة.
هل ما زال عندك شيء جديد عن الجزائر ولا؟ طبعا الجزائر النتيجة الآن بعدهم إلى الآن 1-0 لصالح الفريق الجزائري وإن شاء الله يتم تشي. بس على طار طبعا إحنا موضوعنا اليوم لحوار المساء كان عن الجائزة الإعلام الاجتماعي. في مداخلة من تويتر لسحر الزارعين نقولها شكرا وتقول تقصدون مباراة حقيقية أليس كذلك؟ أعتقد كان تعليقها على المباراة. ثم قالت في الواقع أن الجائزة عكست مدى واقعية فكر سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حفظه الله ومدى معاصرتها الدقيق لمستجدات العصر. طبعا أيضا بالنسبة طبعا للجائزة أيضا أذكر الجمهور أنهم يقدرون يتواصلون أو الترشيحات في هالجائزة بتكون على www.arabsocialmediaaward.ae. إن شاء الله هذا لقبول الترشيحات. أما الآن مشاهدينا نقلتنا بتكون مع العين الساهرة. أخبار وزارة الداخلية كما عودناكم يوميا. أنجزت مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي نحو 76 دراسة مرورية شملت دراسات فنية متخصصة وبحوث وتقارير ومقارنات معيارية وعروض تقديمية لمستويات السلامة المرورية. وأكدت دراسة مرورية بعنوان سلوك مستخدمي الطريق من الشباب وتأثيره على مستويات السلامة المرورية بإمارة أبوظبي، وذلك وجود علاقة وثيقة بين عدد سنوات الخبرة في القيادة ومعدل الحوادث بمقدار عدد قائدي المركبات المتسببين في الحوادث، لافتة إلى أن الغالبية العظمى من قائدي المركبات المتسببين في الحوادث في السرعة الزائدة طبعا تقع أعمارهم في المرحلة الشبابية. وأوصت بوضع آلية للمتقدمين للحصول على رخصة القيادة من الشباب وآلية معينة لمتابعة سلوك الشباب من خلال سجلات الحوادث والمخالفات خاصة خلال السنوات الثلاثة الأولى من الحصول على رخصة القيادة. كما أوضح سعادة اللواء الخبير خميس مطر بن مزين المهيري القائد العام لشرطة دبي أن نظام النقاط البيضاء نظام حديث غير تقليدي تعتمد فلسفته على مشاركة جميع فئات المجتمع في تكريم السائقين المتميزين الملتزمين بالقوانين واللوائح المرورية بغية تشجيع الآخرين على أن يصبحوا سائقين مشبعين بالثقافة المرورية لديهم رقابة ذاتية تحثهم على عدم ارتكاب أي مخالفات مرورية. جاء ذلك خلال حفل تسليم السيارة المقدمة من الكندي للسيارات للفائز بجائزة النقاط البيضاء وهو المواطن زيد عمر حسن محمد لالتزامه مروريا عبر سحب تم بين أكثر من 1000 سائق مثالي بحضور عدد من ضباط شرطة دبي. هنيئا له الجائزة يستاهل. وأعلن سعادة اللواء الخبير خميس مطر بن مزينة المهيري القائد العام لشرطة دبي عن إطلاق رادار الرقيب الخاص بضبط المركبات المتوقفة في مواقف المعاقين وغير المصرح لها قانونا، والذي سيوزع في مراكز التسوق نهاية العام الجاري بالتنسيق مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي. ومن مميزات رادار الرقيب لمراقبة المواقف أن الجهاز من صنع شرطة دبي بالكامل ويعمل بخاصية الليزر ويضبط المركبات التي تقف في مواقف المعاقين وغير المصرح لها بذلك، كما يقوم الجهاز بإنذار المركبة عند دخولها في الموقف لمدة 20 ثانية بصوت طنين لإنذار الشخص في موقف معاقين للخروج في حاله لا يوجد لديه تصريح بالوقوف، ويقوم بتصوير المركبة عند دخولها وعند خروجها وذلك لاحتساب فترة وقوفها في الموقف، علما أنه سوف يطرح في الأسواق نهاية العام الحالي لمن يرغب من الدول لامتلاكه. وجه اللواء محمد سعيد المري مدير الإدارة العامة لخدمة المجتمع ورئيس فريق التوعية الأمنية وجه الفريق بأهمية تفعيل عمليات القياس البعدي لنتائج الحملات التوعوية وتفعيل الأساليب التقييمية لمعرفة النتائج الفعلية لحملات التوعية التي نفذتها القيادة العامة لشرطة دبي. جاء ذلك من خلال الاجتماع الدوري لفريق التوعية الأمنية بحضور ممثلي الإدارات العامة من أعضاء الفريق. وأكد اللواء المري أن توجهات القيادة العامة لشرطة دبي تؤكد على أهمية العمليات التوعوية ودورها في محاربة الجريمة، وذلك جنبا إلى جنب مع تعقب الجنات والتربص بهم وتعطيل مخططاتهم، في حين تكون التوعية والتثقيف بالجريمة خط الدفاع الأول لمواجهتها، وكذلك لإيجاد مجتمع واع لمخاطرها مثقف بأساليب انتشارها قادر على تقليل حجمها بالوعي والمسؤولية المجتمعية التي يتحلى بها الفرد. فنشر هذه الثقافة بين أبناء المجتمع ستسهم بشكل كبير
في إيجاد بيئة رافضة للجريمة لا بيئة حاضنة ومحفزة لها، ومن هنا نستطيع أن نقدر حجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا في تصميم وتنفيذ برامج توعوية ناجحة ومرنة ومؤثرة في الوقت ذاته. نظمت الإدارة العامة للاستراتيجية وتطوير الأداء بالأمانة العامة لمكتب سمو وزير الداخلية بالتنسيق مع إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء بشرطة رأس الخيمة ورش عمل بعنوان التحليل البيئي بحضور مدراء الإدارات ورؤساء الوحدات التنظيمية الرئاسية وعدد كبير من الضباط وضباط الصف، حيث قدم الرائد جمال سالم الخاطري رئيس قسم التخطيط الاستراتيجي بوزارة الداخلية شرح مفصل حول كيفية إعداد قاعدة بيانات لتحديث الخطة الاستراتيجية لوزارة الداخلية 2014-2016 وكيفية تعبئة النماذج الخاصة بالتحليل البيئي وربطها بالمبادرات، مع التأكيد على مدخلات القضايا، كما تمت مناقشة النماذج مع كل إدارة على حد للتأكد من مدى الاستيعاب الجيد للتحليل البيئي وإنجاز المطلوب في أسرع وقت ممكن. قام فريق من قسم الإعلام والعلاقات العامة بالقيادة العامة لشرطة الفجيرة بالتنسيق مع دائرة الأشغال والزراعة بالفجيرة بتوزيع وجبات غذائية على عمال النظافة بالفجيرة ضمن مبادرة سواعد الخير التي أطلقتها القيادة العامة لإطار جهودها لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لوزارة الداخلية وللقيادة العامة لشرطة الفجيرة المتمثلة في تعزيز ثقة الجمهور بفاعلية الخدمات المقدمة. وأوضح الرائد دكتور سعيد الحساني رئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة بالإنابة أن القيادة أطلقت مبادرة سواعد الخير التي تستمر لمدة يومين بهدف تعزيز التواصل مع مختلف شرائح المجتمع تزامنا مع صدور قرار منع العمل وقت الظهيرة لفئة العمال وتقديم يد العون لهم باعتبارهم شريكا أساسيا في خدمة المجتمع. طبعا كانت هذه أخبار وزارة الداخلية في العين الساهرة. ننتقل معكم الآن إلى أجندة الفعاليات، وأول الفعاليات تقيم غدا هيئة تنظيم الاتصالات المؤتمر الصحفي حول تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في دولة الإمارات مسح قطاع الأعمال، حيث سيكشف خلال الاجتماع عن نتائج المسح المكثف الذي يركز على استخدام قطاع الأعمال لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في المقر الرئيسي لهيئة تنظيم الاتصالات في العاصمة أبوظبي. كما تقيم غدا مؤسسة صندوق الزواج بالتعاون والتنسيق مع مدرسة الشرطة الاتحادية بالشارقة المنتدى الحواري وتربية الأبناء بين الأمن والتعليم، وذلك ضمن فعاليات المنتديات الحوارية حول قانون التجنيد. يقام هذا المنتدى على مسرح مدرسة الشرطة الاتحادية بالشارقة. وبرعاية كريمة من سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس إدارة مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، ومع إطلالة الشهر الكريم شهر الرحمة والعطاء وللسنة الثالثة على التوالي، تنظم دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي فعاليات المنطقة الرمضاني 13 خلال الفترة من 20 من شعبان حتى 17 من رمضان لسنة 1435 هجرية الموافق 18 من يونيو وحتى 14 من يوليو لعام 2014، حيث تقام فعاليات المنطقة الرئيسية في مركز دبي التجاري العالمي قاعة زعبيل، وذلك حرصا من اللجنة المنظمة على توفير الظروف الكفيلة بإنجاح الفعاليات واستيعاب الأعداد المتزايدة من جمهور الملتقى، حيث تتميز قاعة زعبيل بوقوع مدخلها الرئيسي على شارع زعبيل وتوفر أكثر من 6000 موقف مجاني بجوار القاعة لخدمة الحضور. يتضمن الملتقى العديد من الفعاليات والمحاضرات والندوات الدينية التي تقدم لجمهور الملتقى كل ما يرتقي به القلب والعقل، وقد حرصت اللجنة المنظمة كعادتها على استضافة نخبة من الدعاة مع توفر خدمة الترجمة الفورية إلى الإنجليزية، إضافة إلى إتاحة مشاهدة البث المباشر للجمهور في المناطق خارج نطاق إمارة دبي والشارقة وعجمان. مشاهدينا طبعا نختم فقراتنا لهذه الأمسية بمسك وجولة سياحية، وما زلنا نطوف في سياحتنا الداخلية على مختلف إماراتنا الحبيبة. جلفار هو اسم رأس الخيمة قديما، تحمل تضاريسها دفء البر وشجاعة البحر، تحتضن تراث عريق. خلنا نشوف هذا الاحتضان والجمال في التقرير التالي ولن نعود. جلفار أو رأس الخيمة،
إحدى إمارات الدولة السبع، وتقع في أقصى الشمال، ويبلغ طول ساحلها المطل على الخليج العربي 64 كيلومتراً. تمتاز إمارة رأس الخيمة بالمناظر الطبيعية الجميلة وتعدد الأماكن السياحية والترفيهية، من مطاعم فاخرة تقع على كورنيش القواسم أو النزل والمنتجعات الفخمة التي تقع على أجمل الشواطئ، حيث يتمتع الزائر هنا بكل سبل الراحة والاستجمام والطبيعة والهواء النقي في نفس الوقت. يوجد في رأس الخيمة مناطق آثار تاريخية موزعة على سفوح الجبال وفي السهول الداخلية وعلى المناطق الساحلية، ما تزال تشكل معالم سياحية تؤكد الحضور القوي لرأس الخيمة عبر التاريخ. فقد دلت جميع الاكتشافات أن لرأس الخيمة تاريخاً موغلاً في القدم. جمعت إمارة رأس الخيمة بين المساحات الخضراء والمياه والطبيعة الصحراوية، فكان لها سحرها الخاص الذي جعلها نقطة جذب سياحية، حيث يأتي الزوار من كافة أنحاء العالم أو من داخل الإمارات العربية المتحدة للتمتع بهذه الفسيفساء من المواقع السياحية. إذن آخر فقراتنا لليوم كانت السياحة من رأس الخيمة وهذه الجمالية طبعا الرائعة. أكيد طبعا. إلى هنا تنتهي حلقتنا اليوم مشاهدينا، إلى أن نلقاكم غدا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لحسن المتابعة مشاهدينا الأكارم، لن أقول لكم طبعا أحلام سعيدة، بل واقع سعيد ما يحلى إلا بكم. شكرا وإلى لقاء جديد.